الرادار. رجعنا لكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للحداش في الرادار. رحب زميلتي أمل هاني، أهلا وسهلا ومرحبا بك أمل. صباح النور، صباح الورد لبنى. إذن كالعادة في الرادار كل مرة نختاروا ملف معين يخص ويهم المواطن التونسي. اليوم باش نطرقوا للجانب التربوي. اليوم 15 نوفمبر، بعد مرور بالضبط شهرين على انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم اللي كان عادتها وزارة التربية لسبر آراء المواطنين بخصوص مقترحاتهم وآراءهم خاصة بشأن الإصلاح التربوي لدفع لمزيد من التطور ومزيد من النهوض بالمنظومة التربوية. فوالا، دونك باش نحكي وين وصلت الاستشارة الوطنية دونك كيفاش كان التفاعل من قبل المواطنين التوانسة، كيفاش كانت الآراء في مجملها، بعض الإحصائيات وبعض الأرقام. على هكا باش يكون حاضر معنا سيد الوزير التربية محمد علي البغديري للحديث بخصوص هذا الموضوع. صباح النور سيد أهلا الوزير. وسهلا ومرحبا بك سيد الوزير. صباح النور، مسالش نعاودوا الاتصال منال مرة أخرى بالسيد وزير التربية محمد علي البغديري. نفكر لبنى إلى الاستشارة الوطنية هذه جات أساسا فيها خمسة محاور كبيرة نفكروا بهم، اللي هي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة، برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، كذلك التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية وتكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة. احنا كي نحكي على المحاور ذوما الكل لبنى نحكيه اللي الهدف الرئيسي هو دفع نظام التربية في التعليم، وما فما حتى محور يقل أهمية على المحور الآخر. معناتها التكامل أمال متاع المحاور هذية ما ينجم كان يساهم في دفع المنظومة التربوية. أكيد، دونك هذا كل باش يعود بالإجابة على المواطنين، على التلامذة، على كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية. إذن يكون حاضر معنا السيد وزير التربية محمد علي البغديري. صباح النور سيد الوزير. أهلا وسهلا، صباح النور. صباح الفل، صباح النور، وتحية إلى كل مستمعي قناة وإذاعة إكسبريس FM. جزيل الشكر لك سيد الوزير على قبولك تفاعلك معنا. إذا السيد الوزير، اليوم 15 نوفمبر، هكا نكونوا تقريبا بالضبط مش تقريبا شهرين على انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية. خلينا نشوفوا معك سيد الوزير كيفاه كان العمل بهذه المنصة وكيفاه تشوف تفاعل المواطنين بخصوص الاستشارة الوطنية. أولا مهم أن يطرح مثل هذا الملف من جديد. أنت تعرفي أن الاستشارة الوطنية اللي كان سيد الرئيس قرر أن يعود إلى كل المتابعين للشأن التربوي، وهو يهم كل الفئات دون استثناء، وليس من مهام فقط المدرسين وإلا العاملين بشأن التربوي. وهذا التفاعل بالفعل شهد تطورا ملحوظا في فترة معينة، وصل تقريبا أكثر من 350 ألف تقريبا اليوم عدد المشاركين. الأعمار نتاعهم كانت تشوفوها مليح، معناها من الأعمار الشبابية، ماش عندكم يعني التوزيع العمري إليهم وإلا لا، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة لاهتمام عموم الشعب التونسي بالأحداث في غزة وفي فلسطين الحبيبة، أكيد هناك بعض التوقف من هنا وهناك يعني، والتراجع في الإقبال على الدخول إلى الاستشارة، ولكن بدأت هذه الأيام أيضا بالعودة من جديد، وإن شاء الله سوف نعود نحن أيضا إلى فتح الاستشارة من خلال الأيام المفتوحة في المؤسسات التربوية وتشريك المواطنين، وهناك أيضا العديد من الأطراف عبرت عن رغبتها في دعم هذه الاستشارة. نواب الشعب، الأمس كنا في جلسة في البرلمان ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني اللي كانوا يناقشوا في هذه المسألة، وهم متحمسين للعمل لإنجاحها لأن مهمة هذه الاستشارة، لابد أن يفهم كل المتابعين وعموم الشعب بأن الأسئلة المطروحة ليست أسئلة عادية، هي أسئلة مهمة لمستقبل التربية والتعليم، وبالتالي لمستقبل أبنائنا التلاميذ، وأيضا لمستقبل تونس. هناك أسئلة مصيرية حقيقية سوف تكون محددة
في مستقبل هذا البلد اللي إن شاء الله يكون بخير إن شاء الله. عدد المشاركين حتى اليوم 333,936، عدد محترم، ولكن ما زال لابد أن تذهب بعيدا لإعطاء الرأي، لأن سنعتمد عليه، والسيد الرئيس أكيد معناه ينتظر في نتائج هذه الاستشارة لوضع المخطط اللازم لمراجعة النظام التربوي. مهم جدا مشاركة الإناث اللي هو أكثر من الذكور في هذه الاستشارة، وهذا يؤكد أن يعني العنصر النسائي بالفعل مرة أخرى يكون مهم ومحدد في رسم معالم مستقبل هذا البلد. كنشوفوا أيضا توزيع العمري للمشاركين، نقول أن اللي بين ثم الأقل حتى من 12 سنة شاركوا 13%، أقل من 12 سنة شاركوا في هذه الاستشارة، بين 12 و 15 سنة يعني تلاميذ الإعدادي 23.4% شاركوا فيها، بين 16 و 20 سنة اللي هم تلاميذ المعاهد الثانوية تقريبا 18.7%، بين 21 و 25 سنة 2.8% فقط. هذه الفئات العمرية، الفئة العمرية ما بين 21 و 25 سنة، ونحبهم بالفعل يقدموا على المشاركة في هذه الاستشارة لأن رأيهم مهم، وهم من سيكونون في طلاء العاملين غدا في سوق الشغل، مهم مشاركتهم. وفيما بعد بين 31 و 40 سنة فما 11.5%، وبين 41 و 65 سنة 26.4%، يعني الكهول العاملين يعني الموظفين فما مشاركة مهمة ب 26.4%. على مستوى أيضا الجهات هناك ترتيب، وترتيب أيضا موجود عدد المشاركين، ولا وأيضا من خلال النسبة ساقس المرتبة الأولى 35,187 مشارك، تليها تونس 24,677، فنابل، فبن عروس، وإن شاء الله أيضا يتواصل العمل من أجل تحسين هذه المشاركة في كل الجهات. في الخارج أيضا، في الخارج فرنسا ما زالت في المرتبة الأولى في المشاركة، قرابة 600 مواطن يعني من أبنائنا في الخارج اللي بالمناسبة عبروا على رغبتهم من أجل المشاركة، من أجل دعم تونس، من أجل الوقوف إلى جانب بلادهم، وكنا التقينا بهم على هامش مؤتمر اليونسكو في باريس. ألمانيا هناك مشاركة بأكثر من 200 مواطن في كل في العربية السعودية، في قطر أيضا، في كندا، يعني كل بلدان العالم هناك مشاركة المواطنين، وهذا مهم. ما سنجمعه سيكون هو يعني مؤشر لمختلف الأجيال ومختلف الشرائح وأيضا من جميع بلدان العالم، وهذا في حد ذاته هو سيكون مثري وسيكون عامل قوة لهذه الاستشارة، تجعلنا ننطلق إن شاء الله في أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالاعتماد على رؤى كل أبناء تونس. وقته سيد الوزير باش يتم أحداثه المجلس الأعلى؟ هو بصدد طبعا الاعداد ليه، والسيد الرئيس حريص على الاسراع في اعلانه، لان المهم اولا هو مدستر في دستور 2022، وبالتالي لابد من انجاز هذا القانون، وثانيا لان تونس بالفعل في حاجه الى الاسراع بمراجعه النظام التربوي التونسي المهترئ من أجل الانطلاقة الجديدة إن شاء الله المدرسة التونسية ولتونس. أكيد جدا معناها الاستشارة هي الأولى، ثم يأتي إعلان أكيد المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يحرص السيد الرئيس طبعا على ترأسه وفق القانون طبعا من أجل ضمان العمل طبعا الجاد، والعمل الذي يعني سيكون مباشرة من خلال إشراف المسؤول الأول على هذا البلد، وهو حريص على الانتهاء ويعني إنجاز أعماله وتطبيقها على أرض الواقع. واضح. سيد الوزير خلينا نرجع على المقترحات بتاع المواطنين، تركزت بالأساس على أي نقطة؟ احنا حكينا للاستشارة الوطنية فيها 5 محاور كبرى، لو كان نرجع عليها بالنقطة بالنقطة حتى بعجالة ونشوف مقترحات المواطنين تركزت بالأساس على أي جانب.
هو احنا ما زلنا لم يعني نقوم بالقراءه النهائيه لمخرجات هذه الاستشاره، وبالتالي لابد من الانتظار حتى انتهاء الوقت المخصص وهو 15 ديسمبر، واكيد ستعرض على عموم الشعب حتى بكل شفافية. طبعا هي مسألة إلكترونية، وأكيد الأسئلة المطروحة هي أسئلة جاذبة وحارقة أيضا، لما نتحدث عن مستقبل التعليم والتكوين المهني وكيفية الاهتمام به، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات واستعداد أيضا لما نريد التوجه إلى التكوين المهني، وخاصة البلدان الاسكندنافية والبلدان المتقدمة بالفعل عدد كبير بالنسبة لهم التكوين المهني ليس فقط للفاشلين اللي يفشل في الدراسة يمشي للتكوين المهني، بالعكس ثم ناس وتلامذة وأولياءهم يختاروا منذ البداية أن يمشوا للتكوين ليس مهني بالطريقة الكلاسيكية اللي نعرفها حد 3 سنوات، لا هو تكوين يكون تكنولوجي مهني تقني، يمكن أن نذهب إلى بكالوريا تقنية ثم إلى الجامعة، وهو خيار يمكن أن يتوجه إليه التلاميذ ويبدع فيه، لأن عندنا العديد أبناء هذا الشعب مبدعين وأذكياء، ويمكن أنهم بالفعل يجروا رواحهم كما نقولوا في التكنولوجيا وفي المواد الإلكترونية إلى غير ذلك، ويحقوا نجاحات، خاصة أن السوق الشغل في حاجة لهم. هذا المهم في البلدان الاسكندنافية وسويسرا أكثر من 70% يمشوا لاتجاه نتاع التكنولوجيا والتقني، وهذا مهم إذا، وهذا يتطلب إعداد بنية تحتية. طبعا لما نختار ونذهب في هذا الاتجاه لابد من إعداد بنية تحتية، لابد من إعداد مراكز تكوين ومدارس للتكوين وآليات لهذا التكوين، وبالتالي لابد من توجيه جزء من الميزانية لذلك، والشعب عندما يختار فإنه يتحمل مسؤولية هذا الاختيار. مهم أيضا في علاقة باللغات التي اللغة التي يمكن اعتمادها طبعا في التدريس، وهذا أيضا جيد. في علاقة بمستقبل التعليم والتعليم مدى الحياة وكيفية الاهتمام به للتخفيض أكثر ما يمكن من نسبة الأمية في تونس، هو نسبة عالية شوية في تونس 18%، ولكن تمس الفئات التي يعني عمرها كبيرة شوية لأنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس، والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي اللي بالفعل يهدد كامل المجتمع. الانقطاع المدرسي اللي كان يوصل 100,000 تلميذ ينقطع سنويا، يعني هذا اخطر على المجتمع التونسي، لأن هذا مشاريع نتاع انحراف ينجم يكونوا لابد من الاهتمام بهم، لأنهم ينجم يكونوا مشاريع نتاع يعني مخدرات واستهلاك مخدرات، ينجم يكونوا مشاريع نتاع الهجرة الغير قانونية وغير شرعية وموت في البحر، ينجم يكونوا مشاريع نتاع تطرف، وهذا أيضا خطير على المجتمع التونسي، ولا بد لكل فئات المجتمع أن تهتم وتدلي بدلها وتستعد لما هو قادم. واضح، شكرا لك. كنت معنا السيد الوزير وزير التربية محمد علي البغديري بخصوص الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم في تونس على كل هذه المعلومات والتوضيحات. إذن كما شفنا لبنى رجعنا على آخر الأرقام بخصوص المسجلين والمشاركين في هذه الاستشارة والمسجلين خاصة في المنصة الإلكترونية متاع الاستشارة. كيف حكينا أنه نوعا ما نقطة ثانية بعد الاستشارة الوطنية نحكيه على مجلس أعلى للتربية والتعليم اللي باش يقع أحداثه لاستكمال نظام وإلا استكمال عملية إصلاح التربية في تونس. إذا أكيد باش نقعدوا نواصلوا كيف شفنا اللي باش تقع عرض وباش يقع عرض آخر النتائج نتاع الاستشارة الوطنية نهار 5 و15 ديسمبر. أكيد باش نكونوا في الموعد احنا لبنى إكسبريس أفام وباش نرجع على آخر المعلومات. مشكورة جدا أمل هاني. الحوار كامل تلقوه على قناة يوتيوب إكسبريس أفام، احنا مقصين معكم حتى لل11 هذايا الشارع التونسي. تابعونا ما تبعدوش.